السلام عليكم وحياكم الله يا شباب. اليوم ارسل لي بندريتا كذا ثلاث مراحل قال لي اتحداك تخلصها، فانا قبلت التحدي قلت له اوكي اوكي، انا لي خبرتي الواسعه في اللعبه فبجربها بشوفها اقدر اعديها ولا. فخلينا نبدا باول مرحله. المرحله الاولى اللي معانا اللي هو ما قدر يخلصها في الفيديو حقه اللي سواه لي حق السبيد رن، فانا كان ودي اصلا اجرب المرحله ذي، شفت يلعبها وشفت كيف انجلط من المرحله، بس ان شاء الله اقدر اخلصها. بحموت كم مره في البدايه بس عشان افهم لها، بس ان شاء الله الوضع كويس. غلطة الأولى. كنت عارف من البداية إني بطيح فيها. يبغى لها وقت. أوكي، زبطت معايا. أوكي ممتاز. جميل. أوكي. والله أقدر عليها بسهولة. أتوقع إنه لازم أعيدها. واضحة. أنا أتذكر إنه على آخر فريم مات المسكين. أتوقع لو عدت ذيك خلاص وضعي كويس. اللي هي مو هذه ولا هذه، هذه. أيه. والله اني نقصت، توقعت انه هذه ثلاثة فوق، الحين ننقص من هذه بعدين فوق من هذه بعدين هذه الوسخة. ايوه يا والله اني نطيت بلا بلاها حقتي. نعديها او فوق هذه كمان نعديها. هذه كريهة لازم اوقف فيها. هوبا 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 هوبا. ايه هوب، شد حيلك يا ماريو. لا اوكي نور نقزه كامله عادي. يلا شد حيلك. ترى انت كنت تعرف تلعب ماريو ميكر من زمان، يعني مو شيء جديد اللعبه ذي عليك، تقدر. ثانيه. والله اني نقصت بشويش. طيب ليه ما ننقص نقزة كاملة؟ ليه ما اجرب نقزة كاملة؟ والله ممكن تزبط نقزة كاملة. والله ممكن تزبط. والله اتوقع 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 اتوقع. والله زبطت. عرفنا الخدعة. المشكلة قدرت عليها. اوكي كويس خلصنا. هي بس المشكله اني قاعد افكر اني انقز على ذيك بعدين اكمل. خلاص اشطح ابوها، انقز بالكامل وخلاص تخلص. ترانك اجزاء من الثاني من الرقم القياسي، اجزاء من الثاني، اجزاء المرحله اللي بعدها. يا كره لي ذي المرحله. المرحله الثانيه يقول لي هذه لعبتها بالبدايه بس ما قدرت اعديها في حلقه اليوم، اتوقع انها مره صعبه. الظاهر اني تذكرت اي مرحله لعبتها، الظاهر اني تذكرتها. سعود ملقح وجهه كذا قال لك ان الرقم القياسي اخذ. بسم الله. اتوقع انها صعبه. No one can win except me. طيب سعود فاز. يا اخي شكلها اسوي له سكيب المرحله. يا ابوي اتركها من يدك. هوبا. اوكي زبطت. اوهو. ما اقول شكلها انه ما بحالي اموت يلا ارجع لذيك. جبت من اول مره. يا اخي لا تقول لي البي سويتش في مكان ثاني. لا انا ايش قتلت نفسي، انا كنت بنزل. ما فهمت. طب وين البي سويتش؟ ليه ما انت راضي تجيبه؟ والله شكله يبغى يعذبني ذا. ليش تتسلق؟ ليش تتسلق يا سباك يا لعين؟ ليش تتسلق؟ يبغاني اسويه مره ثانيه. والله يربشني، والله انه يربشني، اقسم بالله ربشه. تعرف مع الوقت والضغط كذا ما تعرف ايش تسوي. ما عندي لا اطلع صعب. خش 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 ادخل ادخل ادخل. الله يرضى عليك. اوكي سلحفه. اكره هذه الحركه، من زمان ما سويتها. طيب يلا سوينا واحده، باقي الثانيه. والله ما في حد اموت. اوكي سلام عليك يا ماريو. الله يستر يجيني واحد من هذاك اللي فوق بو يصقعني. اكرهه. يبغى له ثلاثيه.
الحركة المفروض أدنك عشان أجيبها. عادي عادي فنان عادي تحصل تحصل. يا سلام الله أكبر عليك يا فنان. لا تقول لي باقي كثير يا أخي. ما حرقص لا ما فيش. طب كيف ما يمديني أوصل ما يمديني أوصل صعبة. خلاص خلاص. أوكي أوكي جبناه جبناه. أوكي ممتاز. خلاص يا حبيبي. لا تقولي فزت. والله هذا مكثر أم الدق. هذه يبغى لها نقزتين على الأقل. ثلاثة والله يبغى والله يبغى ثلاثة. من فين أدبر لك ثلاثة نقزات؟ والله صعبة. نقزت نقزت بس يا أخي ذا النتندو جهاز خايس. والله ما أدري مين الخايس. أسوي سبين المفروض. يا نصاب شك. استنى استنى انزل 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 تجيب العيد. اوكي جبتها. كان يبغالي اجيبه بدون ما انصقع. هو طب لو طرت والله ليكن والله ديس. انا يمكن هي يمكن هي سهله بس انا مصعبها نفسي. بجرب حركه. الله يفشلك يا عمران الله يفشلك الله يفشلك. اما لازم اسحبه معايا. اهدى 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 اهدى. واو 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 ما 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 مية. هات لي واحدة ثانية. هات لي هات لي مشروم هات لي مشروم هات لي مشروم هات لي مشروم. يا عيال قدامي باوزر ما ينفع. هات لي مشروم تكفى. اوكي شكرا يعطيك العافية الله يقويك. انا خايف انه هذا الحين. لا تعال بسرعة 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 بسرعة. اوه 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 باوزر يا جحش وينك؟ تعال 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 امشي هناك. انت ولدك والله لدعسكم دعس والله لاجلد والدينكم يا كلاب والله لاجلد والدينكم زي ما سويت طوال 30 سنه اللي عشتها يا كلاب يا حيوانات. خلاص دع دع دع. لا لا شكلها شكلها ذي ما تقدر عليه ما تقدر عليه. وينك؟ تعال. خلاص يا شيخ والله هذا ابو 8000 كبير بزياده. اوكي شكرا. لسه عندنا كثير. كويس انه يعطينا لا نهائي تعرف. خلاص يا عاد انتوا الصغار حد عسكم حتونس عليكم. وي وي الحقني الحقني. مو علي. وي والله انهم جايلي. يلا خلاص وقف. وي يلا هذا برا. والله انا اهينكم اهينكم يا كلاب. اما لسه باقي تدري بطلعك برا. شوف 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 الحركه دي شوف. وي اعطاني مفتاح ثاني. اوكي تمام. ولا هو مفتاح واحد. قل لي تكفى افوز تكفى يرحم ولدينك الله يرضى عليك. لو ما فزت والله يمكن اعدل اخلص خلاص ما عندي وقت. وي وا وا ما في شيء. ولا يكون تحت يمين. ابى افهم ايش الموضوع. يعني هذولي كلهم جرادات. اتوقع انه كذا.
ابى اخذها من غير ما اتعور، بس بفك لي طريق. اوكي فك الطريق كويس، بس هذا ايش فيه؟ ليش؟ لا لا اوكي كويس انه جوست راح. لازم 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 تكفى. خلاص خلاص والله والله. اوه ما اعرف ارقص عليه، ما اعرف ما اعرف ما اعرف ما اعرف بعديها، بخليها تعدي الاغنيه ذي. بس اثنين خلصوها انا وسعود. ياها بس الفنانين يخلصوني. ياها 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 ياها. المرحله الثالثه والاخيره من تصميم بندريتا عدوها 6 اشخاص، 19 شخص. ان شاء الله يكون ال 20 باذن الله. اولا اعطيت له مرحله وما اعرف يعديها، فاتوقع انه هذا الثار حقه بيرد الثار يعني يقول ليش انه اتحداك تعديها، بس خايف اني اخيب املك واعديها. اكره الثيم هذا، اكره الثيم هذا. نيو سوبر ماريو فور ذا وي. اها نظامك يا بندريتا، شايفك تحط لي ذا ذا هنا على جنب كذا حركاتك، بعدين تزعم الناس اللي يسوون فيك حركات زي كذا. ايش في خفت؟ نشوف ايش داس لنا فوق حركاتك. احس وحط المرحلة ذي بس عشان رد على الناس اللي كان يطلعوا له مراحل كذا تطني زعيك عنهم بوم. والله ما والله ما سويت، والله ما سويت فيك زي كذا. الا والله سويت اخس، انا والله سويت اخس بنت. عشان النقطة ما اعرف متى تكمل تكمل تروح على طول، ما ادري ليش وقفت انا ماني عارف. شديت انا بزياده، تحمست طاير مليون. كم جلست من جد؟ اوكي صح صح لازم اجلس. اوكي اقدر 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 اقدر. هذا لا تقول لي فيها دوشه. ايش قاعد تسوي؟ ايش السلحفه ذي؟ تعال معي يمكن نحتاجك. يا الله ما دريتها. طيب مديك تخبط لي اياها وتجي؟ واخر انت. اي والله مدي. الظاهر انه كسرها، شوف. كويس. طيب مدينا ناخذها معانا؟ بس كذا جست ان كيس، تعرف؟ والله صح كلامك، كنت المفروض تاخذها معاك. خرشني ذا الصغير الاحمر. يلا. ليش 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 ليش؟ بطل الحركات ذي. المشكلة انت دائما تصارخ وتقول لا تسوي الحركات ذي، ليش تقوم تسويها؟ اخرتها. طب انا البي سويتش الثاني. تكفى 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 يا شيخ، تكفى 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 يا شيخ، لا تقولي لازم الحقها يا اخي. المشكلة هذي تضحك 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 تضحك. يلا يلا هذه كويسة. يا بسم الله يا الله. ان شاء الله بس تجي. كيف 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 فلتت؟ علقت على فوق. كيف فلتت؟ كيف فلتت؟ يا سلام. يا اخي يا اخي والله اني قاعد زحلق، والله اني قاعد زحلق فيها. يا سلام. يس ايش في؟ دقيقة استنى. في بو وراي. بو بو بو. واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين. غالبا يحط ما ادري، خلينا نجرب هذه. كويس. ايش هذا؟ الحين معربش يمكن اموت. اوكي كويس. يا سلام جبته، صرت اجيبه ان شاء الله.
دقيقة استنى، في اثنين هذا، خلينا نجرب الموب الثاني يمكن في شيء احسن. نشوف هذا، بسم الله. ها نفس الشيء. بسم الله. هووو دي استنى، اخبطهم هنا ولا اخليهم؟ والله ما ادري، بس خلينا والله شكله ما يبغاني اخبطهم، شكله يبغاه. اوكي اوكي. يا اخي ليش انتم كريهين كذا؟ طب ايش في هنا؟ اوكي اثنين، يعني لازم اصقع لي في الفوق. بسم الله. يا سلام عليك، يا سلام عليك. واو اوكي، هذه كني شفتها قبل كذا، كني شفتها قبل كذا، هذه كني شفتها قبل كذا. مع دقة القلب هذه دقار. اوكي ممتاز. دقيقة استنى، يمكن حط لي حاجة هنا. ما انت حاط لي شيء؟ اوكي اوكي. لا 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 ايه والله هذا تنشبني. لا 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 لا، ما ودي اني اقول اني يئست، بس لكن اقدر اخلصها. لا تطل فيه يا ماري، يقلب وجهك. كذا انا استسلمت، مو استسلمت بالكامل، بس استسلمت المقطع هذا بس، ولكن في البيت تبى اخلصها بروقان، مو قدام الكاميرا كذا الجمهور يخوفونك. وش يا زلابه، ايش يا زلابه يا بندر. ما توقعت بصراحه انك تسوي مرحله زي كذا، بس حخلص ان شاء الله باذن الواحد الاحد. يعطيكم الف عافيه على المتابعه، واذا عجبكم المقطع لا تنسون الضغط على زر اللايك، واذا اشترك في القناه، واذا عندكم مراحل لماري ميكر يا ريتكم تحطوا لي اياها تحت في الكومنت. ابغى مراحل حلوه او مراحل صعبه، عادي اخذ مراحل صعبه، بس مراحل صعبه معقوله، مو تروح تسوي لي ترولينج ذا، ما نبغى. كان معكم اخوكم عمران حازمي، نشوفكم على الخير، ونشوفكم ايضا في حلقه ثانيه، ومع السلامه.